مرحبا ويعطينا ألف 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 عافية. رجعت الحياة تدب فينا، ولأنه المي هي روح الحياة فالمطار بيقول لك أهلا بهالطلة وبنرحب فيكم، مثل ما كتار على السوشيال ميديا اللي علقوا رحبوا بالزوار من ميناء مطار بيروت الدولة. هيدي صورة عن بلدنا يلي المي فيه كارجة بالطلوع بتحلق لترجع على السما وبين الغيوم. صورة عن بلد قرر يضل معطل ولما اشتغل طاف، وهالمشهد فيك تعممه على كل مفاصل الدولة يلي قررت تعبي الفراغات الأمنية بس بالتمديد. ديروا المي وخلي يشرب، ديروا المي وخلي يشرب. ولما اتفقت على الفكرة اختلفت على التنفيذ، ويا معلم راحت طافت لكم المواقف والخناقات والاتهامات يلي وصلت مع جبران باسيل انه يتهم قائد الجيش بالخيانة وقلة الوفا، لانه الشخص برأينا ما بيستاهل اي استثناء. هو خان الامانة وصار عنوان لقلة الوفا. يا عمي معقول جبران عم بيتابع مسلسل الخائن وتأثر بشي مشهد هيك ما بين اسيل وسيف؟ ممكن، شو عرفنا؟ رح خليك تحاكي خيالك تنسى اسمك تكره حالك، في بركان بقلبي تحرك فارد بوعك ما بتطفو، رجعك ممكن يشفي روحي، حزنك هو السبب بفرحي، جرحك ممكن يخفي جرحي لكن عمره ما يشفي. ومثل المسلسل سيف كان يحب الأسيل وجبران كان يحب جوزيف اللي صار قائد جيش بترشيح من التيار. أنه نحن أكلنا الضرب بتعيين قائد الجيش بال 2017، فهلا بدنا نقعد نراقب ونتفرج على ردة فعل الآخرين لما بياكلوا هن الضرب. ونحن نبهنا وقلنا وبكره الناس بتكتشف وبنشوف مدى الارتباط بمشروع الخارج. مساء الخير، أهلا بكم معنا. معنا اتصال تليفوني. ألو. ألو، تفضلي. أنا قصتي بدأت إن في واحد بشوفه كل يوم ومش عارفة بيبقى قريب مني، لكن بحس انه مش حاسس بيا. بتفتكر ان الحنين اللي جوايا ده ما بيوصلوش؟ طب كيف وقعت الخيانه؟ ها، لاسباب كتيره واهمهم انه ما في ماروني على ماروني بيتفق اذا شيطان رئاسه الجمهوريه تالتن. ما في ماروني ما بحب يكون رئيس جمهوريه. هيدا حلم ليل طويل حاجة تتأمل. وعدم الاتفاق هيدي المرة مش بس بين جبران وقائد الجيش، هو متعدد الزوايا والأطراف والاقتراحات والمشاريع والتصاريح والتساريح. أولا في نظام سياسي بلبنان هو معطل نفسه، ونظام سياسي قايم على توافق، استعمل هيدا التوافق لوضع فيتو من أي طرف بريد إنه شيء إنه ما يمشي. فتأجيل التسريح لست أشهر قلب البلد. قوات تحركت، كتائب تحمست، الاشتراكي قلبه على الأركان، مئاتي بمر لبري وبري بشوطة للحكومة. التيار ناوي يطعن حزب الله، ما بده يحرج جبران، وهو أصلاً باله مش فينا وقاعد بقلب الطوفان. ونزلت شتي كبس آراء واقتراحات وعشرتها كلهم حارسين على الدستور والقانون والانضباط التام. ويلا أنا بدي السترة، أنا بدي السترة، شو بدي زي الله.